في عناوين نشرة الليلة: قمة النكايات الإقليمية، أمير قطر يقرر الحضور شخصيا. دولة قطر يمكنها أن تبرز يعني من خلال مشاركة، التركيز الإعلامي سيكون على أمير قطر. إقفال الطرقات يحتجز المواطنين ويجبر المسافرين على التوجه سيرا إلى المطار. والله عزيز بكفي لك، أيام مع عربية أيام اقتصادية، من صيدا لهان ساعتين ونص ورجع ثلاث ساعات. شو هالدولة هيدي؟ أبو الغيط: الربيع العربي كان مدمرا. أن الكثيرين وصفوا ما يحدث في الأمة جمعها أنه الربيع، وللأسف كان ربيع مدمر مخرب علينا جميعا. الحريري داعما المرأة. يلا شد حالك عمتي. ها النازحون يفرقون بين الحريري والمرعبي. فإن وزير الخارجية لا يحق له التفرق، وليس له سوى إعلان وتطبيق قرارات مجلس الوزراء. إن موقف لبنان الذي عبر عنه وزير الخارجية جبران باسيل في القمة هو متفق عليه ومطلع عليه من قبل دولة الرئيس سعد الحريري. في ترينز فيديو لجندي يجتاح تويتر. وفي فن الخبر: ما فينا ندفع، ما رح ندفع. إذا بدكم تدفعوا إليكم، نحن يلي ما بدنا ندفع ولا قرش. هاي ما بندفع ولا قرش. هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.